السلام عليكم، معكم ليندا لوغاردي، لاعبة تنس طاولة متأهلة لأول مرة للألعاب الأولمبية في باريس 2024. أنا فرحانة بزاف إني موجودة هنايا في الفيلاج أولمبيك مع كامل لي شامبيون هنايا، دونك راني فخورة تاني بزاف لأنني حملت الجزائر وقدرت نرفع راية الجزائر في تنس طاولة، ومنها الناس ولاو يعرفوا الجزائر في الأولمبياد ولاو يتعرفوا عليها. نطلب منه يشجعنا افون كامل مع كامل الرياضيين وكامل الرياضات، لانه ديجا الالعاب الاولمبيه تختلف من رياضه الى اخرى، والحظوظ تاع الجزائريين باش يدوا ميداليه تختلف من رياضه الى اخرى. ان شاء الله نحب يشجعونا كامل، وان شاء الله نشرفوا الجزائر. زيرتوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.